أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وانطلقت بالفعل أعمال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء دول المجموعة. حرصت دول مجموعة العشرين على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، وده بالتأكيد بيعكس ثقة الاقتصاديات الكبرى في مصر وبقدرتها على استكمال خطط النمو الاقتصادي بالرغم من الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة للغاية. استطاعت مصر الآن تحقيق التكامل والاندماج مع التجمعات الاقتصادية المختلفة بما يدعم أهدافها التنموية ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني ولمناخ الاستثمار بالتأكيد في البلاد. هذه الفقرة اقتصادية بامتياز، وبينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي. صباح الخير وبرحب بحضرتك معنا، أهلا بك. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية تكلمنا عن التكتلات الاقتصادية ورؤية مصر لتحقيق التكامل مع هذه التكتلات الاقتصادية. بتشوف ده إزاي؟ إزاي بتسعى مصر للتكامل مع هذه التكتلات؟ بشوف طبعا ان دي سلسلة من التعاون. يعني النهاردة ما تقدرش تشوف حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة في نيودلهي منفصلا عن حضور مصر في اليابان في قمة مجموعة العشرين في 2019، منفصلا عن حضور مصر لقمة الجي 7. فمصر الفترة الأخيرة منذ تولي فخامة الرئيس للحكم بدأ يبقى عندها علاقات دولية متوازنة وعلاقات اقتصادية مع كل دول العالم. مصر أصبحت منفتحة اقتصاديا. يعني احنا النهاردة ما احناش ميالين للمعسكر الغربي ولا ميالين للمعسكر الشرقي. مصر أصبحت تتمتع بإرادة مستقلة، إرادة حرة مستقلة. الإرادة دي هتسمح لنا في المستقبل لتعظيم المنافع الاقتصادية من التعاون المختلف مع شتى دول العالم. ففي الحقيقة ده مجهود يحسب لفخامة الرئيس على مدى 8 سنوات من اندماج مصر في المنظمات، سواء كانت الجيوسياسية اللي في منطقتنا زي الاتحاد الأفريقي أو المنتديات العالمية زي الجي 7 والجي 8 والجي 20. فإحنا بقينا موجودين على الترابيزة، ومش بس عشان نتكلم على طموحات مصر المشروعة. فخامة الرئيس لما بيحضر الاجتماعات دي بيتكلم باسم كل الدول النامية، بيتكلم باسم كل الدول الأفريقية. يعني النهاردة الممثل في مجموعة العشرين عن أفريقيا هي مصر وجنوب أفريقيا. فإذا أنت عندك مجهود مستمر على مر السنوات اللي فاتت، كل اجتماع لهذه الدول الصناعية الكبرى أنت بتعرض المشاكل الاقتصادية اللي أنت بتتعرض لها. النهاردة على مائدة المنتدى مشكلة مهمة جدا ومشكلة عالمية مهمة جدا، هي مشكلة الديون العالمية، هي الحرب الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على توفر الغذاء والدواء للدول الفقيرة وللدول النامية. فهي دي النهاردة المشاكل المطروحة على مائدة المفاوضات. حضور مصر وحضور فخامة الرئيس في المنتديات الدولية بيسمح لنا ان احنا نعبر عن رأينا ونعرض رأي مصر ورأي الدول النامية. زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الفقرة السابقة ان احنا لسه مش شايفين نتائج حقيقية بتحصل تجاه قضية المناخ او تجاه قضية الديون، ولكن انت عليك دور ان انت تعرض مشكلتك. صحيح. احنا كمصر واحنا كدولة نامية واحنا كدولة افريقية لينا صوت، موجودين على مائدة المفاوضات بنقدم نفسنا. مش كل دول العالم عندها الإمكانية دي، مش كل دول العالم مقبول حضورها للتجمعات دي. حتى في دول في المنطقة عندها إنجازات اقتصادية يمكن تكون أكبر مننا، ولكن مش مسموح لها إنها تحضر، مش موجودة وما بتعرضش قضيتها. وده إن ده اللي بيدل أولا على عمق الحضارة المصرية وعلى مدى تأثير الدولة المصرية في التجارة ما بين الشمال والجنوب. يعني خلينا نتفق على مبادئ معينة في العلاقات الدولية، مفيش حب وكره، إنما في مصالح اقتصادية. المصالح الاقتصادية دي هي اللي بتوجه السياسة وهي اللي بتوجه السياسيين تجاهها. يعني أنا في الأول بنشوف إحنا بنبتغي إيه الأهداف المطلوب تحقيقها من هذه المعاملات الدولية ثم نسيس هذه الأهداف. صح. فأنا النهاردة أنت كمصر ليك وضع استراتيجي على مستوى العالم، إن التجارة ما بين آسيا وما بين أوروبا بتعدي من عندك، بتمر من عندك، إن أنت جزء أساسي من مشروع كل أو من كل الطموحات المشروعة للدول أو الأسواق الناشئة، رغبة الصين، رغبة روسيا، رغبة الهند في زيادة حصتهم من الصادرات. أنت جزء أساسي من المسألة دي، أنت جزء أساسي من مسألة الاقتصاد الدولي والاستثمار الدولي، أن أنت بوابة لأفريقيا. يعني أنت النهاردة أكتر دولة على دراية بالأمور الأفريقية وأكتر دولة ليها تواجد على الأرض في أفريقيا. فأي مستثمر أجنبي عايز يبدأ يدخل في أفريقيا بيجي من خلال مصر، ودي الأسباب الأساسية اللي هم بيدعونا للحضور معهم في المنتديات. يعني طيب، من خلال هذه العوامل المهمة والمقومات الكبيرة جدا اللي بتخلي مشاركة مصر فعالة،
ايه اللي ممكن تحققه مصر اقتصاديا؟ خلينا نتكلم في البداية عن الجي 20. مهم قوي ان احنا عندنا مجهود مستمر بقالنا اكتر من سنة من ساعة كوب 27 لما كان موجود هنا في مصر، ان احنا بقى عندنا توجه واضح وحقيقي تجاه الجرين انرجي، ان انت الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة. يعني برضو منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 مصر كانت بتواجه مشكلة الكهرباء الضخمة جدا. لما بدأنا نحل المشكلة دي ما كناش بنحلها بالطرق التقليدية ونجيب مولدات بتعتمد على الطاقة الأحفورية ونعمل ضرر شديد للبيئة، لا كنا بدأنا نعمل محطات من الطاقة الشمسية، محطات من طاقة الرياح. فأنت بدأت تجهز بنية تحتية على مدى 8 سنوات، وده كله تكرس في كاب 27 السنة اللي فاتت، ان انت بقى تحول ده كله لانتاج الهيدروجين الاخضر. يعني النهاردة السلعة العالمية اللي العالم كله بيبحث عنها في ظل هذه القضايا المناخية شديدة الخطورة، العالم كله بقى بيدور على الهيدروجين الاخضر عشان يستخدمه بديلا للمحروقات التقليدية عشان يقدر يحافظ على البيئة. فانت مصر كدولة على مستوى العالم من اولى الدول المهيئة لانتاج هذا الهيدروجين الاخضر. ليه؟ بقالك 8 سنين انت اوريدي عامل محطات الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة، فتقدر بشكل مباشر تحول هذه الطاقة الكهربائية إلى هيدروجين أخضر العالم كله بيحتاجه. بالفعل أنت دشنت هنا 3 مشروعات من أكبر المشروعات ومن أكبر المصانع على مستوى العالم لإنتاج ده، ولكن لازلت عندك مزايا نسبية أخرى تسمح لك بمزيد من الاستثمار في الملف ده. فبالتالي أنت في ظل ما العالم كله بيتكلم إن عنده أزمة، عنده مشكلة، عنده بين اسمه مشكلة المناخ، اسمه التلوث البيئي، مصر بتقدم الحل. ومصر بتقدم الحل متميزة عن باقي الدول العالم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حبانا بمناخ معتدل. يعني أنت النهاردة تقدر تعمل نفس محطات الطاقة الشمسية دي في دول عربية أخرى ودول خليجية، ولكن درجة الحرارة عندهم مرتفعة جدا فتتطلب استثمارات أكبر. يعني لازم تجيب معدات تستحمل درجات الحرارة العالية فتتكلف اكتر، انما لما هتعمل نفس المشروع في مصر التكاليف هتبقى بالنسبه لك ارخص. فاذا مصر من الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها بمناخ يسمح لها في انتاج الطاقه الجديده والطاقه المتجدده والنظيفه باقل تكلفه على مستوى العالم. وهي دي الميزه النسبيه اللي بتخلي الشركاء هم النهارده جايين عشان يتشاركوا معانا. اهميه ده السنه دي ايه في نيو دلهي؟ ان نيو دلهي من 3 سنين سجلت اعلى معدل تلوث على مستوى العالم. نيو دلهي حصل فيها إغلاق لمدة أسبوع بالكامل عشان كان الجو في الشوارع متلوث، إن لو نزل ابنك الشارع يحصل له تسمم من استنشاق الهواء. نيو دلهي من الدول ومن المدن الوحيدة على مستوى العالم اللي عندها مقهى صغير تقعد فيه تاخد جلسة أكسجين، بسبب إن أنت ممكن وإنت ماشي في الشارع بسبب إن الهواء متلوث يحصل لك تسمم. فإذا أنا قدامي أمة كبيرة جدا زي أمة الهند عندها مشكلة كبيرة جدا في المناخ، عندها مشكلة كبيرة جدا في التلوث، هم عندهم تطور صناعي، تطوروا صناعيا بشكل كبير جدا ولكن ما حافظوش على المناخ. فالنهارده هم عندهم التحدي ده، عايزين يستمروا في التطور الصناعي مع الحفاظ على المناخ، فاصبحوا محتاجين لهذا الهيدروجين الاخضر، محتاجين لكل ما هو من مصادر الطاقه الجديده والمتجدده. فاذا العالم بيعاني من ازمه وانت كمصر عندك الحل لهذه الازمه، والحل اللي عندك كمان هو حل جاهز على التطبيق. يعني زي ما قلت لحضرتك يمكن من المؤتمر المناخ فات يمكن 11 شهر، في خلال ال 11 شهر دول انت بالفعل في 3 مصانع للهيدروجين الاخضر شغالين في مصر، وفي مصنع منهم هيبدا يقدم انتاج حقيقي، واظن انه يمكن من كذا اسبوع قدمه وتم تموين اول سفينه بتمر من قناه السويس بالهيدروجين الاخضر المنتج محليا في مصر. فانت عندك تحديات عالميه، مصر عندها حلول تقدر تقدمها، مصر موجوده في مركز متوسط ما بين تجاره الشمال وتجاره الجنوب، فكل العوامل التاريخيه والثقافيه بتسمح لك ان انت تاخد المكانة دي. كل الحاجات بتقول ان مصر لازم يكون ليها دور موجود على مجموعة الـ20 زي ما مصر موجودة النهاردة في مجموعة البريكس، بالرغم ان رفض دول كتيرة كانت طالبة الانضمام للبريكس. فلازم النهاردة تاخد ده بعين الاعتبار لما تلاقي البريكس بتفتح ايديها للتعاون مع مصر،
جي 20 بتفتح ايديها تاني مره لحضور مصر. فاذا الدول دي مش المساله مش مجامله يعني، هم مش بيعملوا كده فقط. احنا هنرجع يعني حضرتك اتكلمت عن الدور اللي ممكن تقوم به مصر بالتاكيد، وازاي هذه التكتلات الاقتصاديه ممكن تستفيد من وجود مصر فيها. هنرجع ونتكلم عن العكس، الاستفادات المصريه من هذه التكتلات الاقتصاديه، ولكن استاذنك نتوقف قليلا ونتابع على المستوى السياسي واللقاءات الثنائيه. بينضم الينا دكتور ايمن سمير، ايضا خبير العلاقات الدوليه. صباح الخير واهلا بك يا دكتور. صباح الخير استاذ هشام لحضرتك وللضيف الكريم ولكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. منذ صباح اليوم تابعنا عدد من اللقاءات الثنائيه، عدد كبير من هذه اللقاءات بين الرئيس السيسي وعدد من القاده والمشاركين ومديري المنظمات الدوليه. كيف تابعت هذه اللقاءات حتى الان؟ يعني اولا بالتاكيد ان مصر دوله مهمه ودوله محوريه، لذلك بيتهافت كافه قاده دول العالم وقاده المنظمات الاقليميه والدوليه للقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان بالمناسبه صوره الرئيس عبد الفتاح السيسي كرجل استطاع ان يحافظ على دوله كبيره بحجم مصر تشكل ربع سكان العالم العربي، استطاع ان يحافظ عليها من الانزلاق لدائره الفوضى والتخريب التي سادت المنطقه منذ عام 2011. هذا الاستقرار وهذه المكانه التي تحظى بها مصر ينظر اليها باشاده كبيره جدا من كل دول العالم، لذلك بتسابق الجميع للقاء مصر، لانهم ينظروا الى مصر الان باعتبارها هي محور الاستقرار، وهي كتله الاستقرار في منطقه مضطربه، هي كتله استقرار في منطقه تشتعل فيها السنه اللهب من كل مكان، في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. ايضا ينظروا الى مصر بقدر ما هي تواجه من تحديات، ينظروا اليها باعتبارها فرصه كبيره جدا، باعتبارها اولا دولة رائدة على المستوى العربي، دولة فاعلة في المستوى الإفريقي. الآن بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، مصر سوف تطلع بدور دولي في تقديري، وهذا الدور سوف يكون دور إيجابي، ليس دور منحاز لطرف ضد طرف آخر، لكن مصر تشكل القنطرة والجسر الذي يربط بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. أيضا هذه القادة دول العالم ينظروا لنا مصر بأنها شريك في القيم، قيم الاستقرار والسلام والازدهار والتنمية المستدامة التي هي شعار هذه القمة، قمة العشرين في الهند. وبالتالي ينظر إلى أن مصر هي دولة ذات قيم ويتقاسم معها هذه القيم، خصوصا الدور الكبير الذي تطلع به مصر في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأيضا العمل بكل جهد من أجل نجاح البشرية ونجاح الكوكب في تجاوز مشكلة الاحترار المناخي والوصول إلى صفر كربون في 2050. هذه الشراكة في القيم في تقديري بتشكل المصفوفة الأساسية والمنصة الكبيرة التي تدفع كافة دول العالم وكافة قادة المنظمات سواء كانت إقليمية أو دولية للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتأكيد أيضا هذه اللقاءات ينتج عنها الكثير، برأيك ما هي أهم المخرجات التي يعني على الأقل حتى الآن تبعناها من لقاءات السيد الرئيس الثنائية، وما اللقاءات أيضا المتوقعة خلال يعني بقية اليوم وغدا؟ أنا في رأيي الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد المسؤولية في بداية النصف الثاني من عام 2014 هو المواطن المصري في الداخل، بمعنى كل لقاء وكل زيارة وكل لقاء ثنائي مع رئيس دولة أو رئيس منظمة إقليمية أو دولية، الهدف في النهاية هو توفير خدمة أو توفير سلعة تكون متاحة للمواطن في الداخل. وبالتالي الشعار المرفوع في هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الخارجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وصلت لأكثر من 100 زيارة خارجية، أولا الهدف منها هو وجذب مزيد من الاستثمار للاقتصاد المصري، خلق شراكات استراتيجية مع الدول والقوى والكتل الاقتصادية الكبيرة. معروف أن مصر يعني خطت خطوات مهمة جدا في مجال جذب الاستثمار وتحديدا الاستثمار المباشر، ونجحت في هذا الأمر بشكل كبير للغاية. مصر تسعى لجذب أكبر عدد من السائحين بما يساعد الاقتصاد المصري ويساعد العاملين ايضا في مجال السياحه.
ومصر تعمل أيضا لخلق مزيج من الحصول على الطاقة، وتتحول مصر مركز إقليمي للطاقة وتكون موزع للطاقة ليس فقط لأوروبا بل لكل دول العالم. هذه هي الأهداف، هذه هي الخطوط الرئيسية التي تسعى القيادة السياسية المصرية لتحقيقها من خلال الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات العمل التي تسعى الدولة المصرية لإبرامها مع الجميع. الهدف الأول والنهائي لكل هذا الجهد هو المواطن المصري في الداخل. على سبيل المثال، مثلا عندما توقع مصر اتفاقية مع دولة للاستثمار أو للقيام بمشروعات في الداخل، هذه المشروعات في النهاية إما مشروعات تقوم بعمل صرف صحي للمواطنين وفي القرى في النجوع والقرى في الصعيد، أو إشارات للقطارات في بالقرب من الإسكندرية، وبالتالي هي منافع مباشرة وخدمات مباشرة بيحصل عليها المواطن العادي والمواطن البسيط من هذه الزيارات. نعم، واحنا بالتأكيد هنتابع المزيد من هذه اللقاءات خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة هذا العام لمجموعة العشرين. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. هنرجع معاكم مشاهدينا للدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، وهنتابع عدد كبير من الأرقام المهمة الخاصة بالتبادل التجاري ما بين مصر ودول مجموعة العشرين. دكتور أحمد، احنا بنتكلم عن 25 مليار و600 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين. إيه دلالة هذه الأرقام في رأيك؟ دلالة الأرقام دي إنها بداية، يعني من وجهة نظري ان دي بداية ان انت فاتح الاسواق دي، وان انت عارف رغبة المستهلك في الاسواق دي واحتياجاته ايه، فبالتالي انت عندك فرصة كبيرة جدا ان انت تعظم من الصادرات بتاعتك. يعني في فرق لما تيجي تقول لسه في دولة عايزة تبدأ تصدر منتجاتها عنا، لما تقول اوريدي في مصر بتصدر ب 25 مليار دولار للدول دي، احنا دلوقتي عندنا خطة ازاي نخلي ال 25 مليار دولار دول 100. فبالتالي انت دارس سلوك وعادات المستهلك الموجود في الدول دي، وعارف احتياجاته، وعارف ايه المنتجات اللي انت عندك مزايا نسبية ان انت تقدر تصدرها للمستهلك ده، ولكن عندك تحديات في التجارة الدولية زيك زي بقى دول العالم النهاردة. يعني قبل التحديات، تحديات مهمة، ولكن عشان بس المشاهد يبقى عارف المقارنة ما بين 2021 و 2022. 2021 كانت 21 مليار و100 مليون، دلوقتي بقت 25 مليار و600 مليون، وحضرتك بتقول دي بداية. طبعا ممكن توصل لأكتر، عشان 2019 كانوا 15 مليار، احنا كنا بنصدر ب 15 مليار دولار، في خلال 4 سنين بقوا 25. وقبل ما يكونوا 15، لما فخامة الرئيس تولى الحكم احنا في 2014 كانت الصادرات بتاعتك 10 مليار، وساعات ما بتوصلش ل 10 مليار دولار. فاللي خلاك تقدر ترفع الصادرات بتاعتك 150% في خلال 8 سنين، ده معناه ان انت قادر تحقق، يعني ده معناه ان الاحلام بتتحقق، ان طموحاتنا ممكن نوصل لها، وبقينا عارفين نوصل لها ازاي، عارفين مين السوق اللي احنا نقدر نقدم المنتج بتاعنا فيه، عارفين مين المستهلك. ولكن حقيقي في تحديات عالمية ومباشرة، التجارة الدولية مش بالسهولة دي، انت عندك منافسة من كل دول العالم، اللي يمكن يكون في دول تانية متوفر لها معاملات الانتاج ارخص منك. يعني في دول ربنا سبحانه وتعالى حباها بثروات طبيعية اكتر منك، الثروات الطبيعية دي بتوفر لها قدرة انتاجية اكبر منك، وفي دول تانية عندها تحالفات جيوسياسية بتوفر لها برضو الخامات اكتر منك. النهاردة في التحالف ما بين روسيا والصين والهند، روسيا بتقدم الغاز والبترول ارخص من السعر العالمي 30% للهند والصين، ده معناه ان المنتج اللي هيطلع من الهند والصين هيبقى ارخص من مثيله العالمي 30%. فانت النهارده عندك التحديات دي، مصر حلت الجزء ده من التحدي بانضمامنا لبريكس، بقينا قادرين احنا كمان ان احنا نحصل على الخامات بنفس السعر اللي بيحصل بيه الصين والهند، فده معناه ان انت بدات على خريطه الانتاج، بقيت موجود من لحظه ما وفرت لنفسك المواد الخام والثروات الطبيعيه، فانت قادر، انت قادر، انت عندك الحلم ده وعندك الطموح ده. ايه تاني من التحديات قدامنا عشان نحقق ارقام اكتر من دي؟ التحديات بالنسبه لك يعني تحديات متنوعه، زي ما قلت لك في مشكله اساسيه عندي في توافر المواد الخام، وفي مشكله اساسيه عندي في توافر الطرق الصناعيه. يعني انا النهارده مش مطلوب ان انت تبدا في اختراع خطوط الانتاج اللي العالم عملها من 20 و30 سنه، طبعا النو هاو. انا النهارده قدامي طريق من اثنين، اما اجيب العلماء والباحثين المصريين يقعدوا في المعمل 10 سنين واستثمر معاهم عشان يطلعوا لي خط الانتاج اللي انا عايزه بعد 10 سنين، او ان انا النهارده اتعاون مع دوله من الدول اللي
تمتلك التكنولوجيا دي او خط الانتاج اللي انا محتاجه ده عشان ابدا انتج النهارده واكفي السوق المحلي بتاعي واقدر ان انا اطلع صادرات. يعني برضو عشان المساله تبقى واضحه اكتر للناس، انا ممكن اكون بيجي لي سياره من الخارج بس انا ما اعرفش السبيكه اللي سبيكه المعدن اللي بيتكون منها موتور السياره دي. عشان اتوصل للسبيكه دي انا قدامي من 5 لـ10 سنين ابحاث، او ان انا اروح للدوله اللي عندها مصنع السيارات دي اقول لها اديني خط انتاج من خطوط الانتاج بتاعتي يجي عندي. هتقف هنا في اختيار من اتنين، اما الدوله دي دوله صديقه وفعلا مستعده انها تدعم مصر وعايزه تتعاون مع مصر فهتنقل لنا خطوط الانتاج، واما ان الدوله دي من الدول المتسيده للعالم وبترفض نقل تكنولوجيا لمصر. واحنا حقيقي بنواجه نوع من انواع العراقيل ده، يعني برضو عشان الناس تبقى متصوره، انا لما بفتح الاستثمار في مصر ولما بطلب مستثمرين ولما بشجع الاستثمار، لا، في كارتلات عالميه مسيطره على الاستثمار العالمي ومسيطره على الاقتصاد العالمي، واحيانا تسمح ان التكنولوجيا تتنقل لك او النو هاو ده يتنقل لك، واحيانا اخرى يبقى في عدم سماحيه بنقل التكنولوجيا دي لمصر، زي ما احيانا اخرى بيترفض ان في شركات معينه تيجي تستثمر في مصر. وعشان كده انا بقول لك دي اهميه الدور اللي قام بيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه عمل لنا توازن في العلاقات الدوليه. التوازن ده مفتاح في ان انت تقدر تحصل على التكنولوجيا اللي انت عايزها. ليه انا النهارده موجود مع بريكس وموجود مع دول المعسكر الشرقي، والنهاردة في نفس الوقت النهاردة موجود مع مجموعة 20 اللي حاضر فيها الرئيس بايدن، اللي حاضر فيها أغلب المعسكر الغربي، فالعالم كله شايف إذا أنت النهاردة ما تعاونتش مع مصر وما ادتنيش التكنولوجيا والنوها واللي أنا محتاجه، أنا قادر أروح للمعسكر الشرقي وأحصل عليه. فمسألة ان انت ما بقتش خاضع او خانع لطرف من الاطراف هتسمح لك بسهولة في التفاوض مع الاطراف الاخرى. فاذا انا عايز اخد من طرف المواد الخام، وعايز اخد من طرف النوها والتكنولوجيا اللي انا اقدر اصنع بيها المواد الخام دي، وهي دي الهندسة العكسية اللي هنقدر من خلالها ان احنا ننتقل بمصر الى مصاف الدول المتقدمة. انت النهاردة من الدول النامية، من الاقتصادات الناشئة، من الاسواق الناشئة، ولكنك بتعاني من ندرة التمويل زيك زي باقي الدول العالم، بتعاني من مشاكل في توافر الخامات، بتعاني من مشاكل تكنولوجية. ولكن برضو عشان السادة المشاهدين يبقوا واخدين بالهم، الهدف من التحالفات الدولية دي، يعني G20 دي لما اتعملت في سنة 99 كان في هدف واضح، هو تحقيق الحوكمة والشفافية في إدارة الاقتصاد الدولي. يعني أنت عندك أكبر دول صناعية منتجة على مستوى العالم بتطلع 85% من الناتج العالمي، وخمس دول منهم أعضاء في مجلس الأمن، والدول دي فيها 2/3 سكان العالم، فالدول دي هي المسيطرة على حركة التجارة العالمية وعلى حركة الاقتصاد العالمي. فأنا مصر النهاردة وأنا موجود على مائدة المفاوضات بطلب انضمام الاتحاد الأفريقي للمجموعة دي، وبطلب أن يكون في عدالة في توزيع الثروات ما بين الدول، بطلب أن يكون في عدالة في مسألة التمويل. النهاردة احنا هنتكلم بشكل مفصل عن التمويل، لأن دي الحقيقة من أولويات المشاركة المصرية في قمة جي 20 هذا العام، التمويل، تخفيف عبء الديون على الدول والاقتصادات النامية. برأيك هل يتم إحراز تقدم في هذا الاتجاه فيما يخص إصلاح النظام المالي العالمي؟ وإحنا شايفين وبنتابع وجود المؤسسات الاقتصادية الكبرى موجودة بالفعل هذا العام في القمة، وتابعنا أيضا لقاءات للسيد الرئيس بيهو. شوف يعني، وانا برضو بعبر عن رأيي، يعني انا شايف على مدى سنين طويلة انا كمواطن بقى عايش في دولة مصر، ان انا مجموعة البنك الدولي ما بتقدم ليش شيء، زي مواطنين كتير في دول نامية. انا شايف ان المنظومة اللي بتديرها الولايات المتحدة الامريكية من خلال صندوق النقد الدولي، من خلال البنك الدولي، ما بتقدمش تطور حقيقي للدول النامية او للاسواق الناشئة. ولو كانوا بيقدموا الدور ده، يعني لو كانت مجموعة بنك الدولي بتقدم دورها الحقيقي، ما كناش محتاجين لبريكس، ما كانش بقى فيه 40 دولة طالبين ينضموا لنظام مالي جديد. ليه؟ لأن أنت النهاردة كل دول العالم النامية بتعاني. يعني لو إحنا بنتكلم على 20 دولة على مستوى العالم، دول الكبار ودول المنتجين، ففي 180 دولة تانيين بيستخدموا الدولار في تجارتهم الخارجية، بالذات بيستخدموا الدولار في استيراد الغذاء والدواء منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ بداية البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة. أصبحت أنت النهاردة مش هتقدر تمول مشترياتك للغذاء والدواء أنت كدولة نامية. ليه حضرتك المستثمر الدولاري هيجي يحط الدولار عندك ولا يروح يحطه عند الولايات المتحدة الأمريكية؟ أول مرحلة بعد الحرب قال أروح عند الولايات المتحدة لأن مش هيرفع سعر الفايدة. طب هو بيرفع سعر الفايدة عشان هو هيطبع، عنده مطبعة الدولار، هيطبع والسنة الجاية يديهم الأرباح بتاعتهم بدون حساب ولا رقيب. لكن أنا
كدولة نامية لما أنت ترفع سعر الفايدة أنا عشان أجريك هرفع سعر الفايدة على الدولار إزاي عشان أجتذب مستثمرين؟ أنا مش هقدر لأن أنا ما بطبعش ومش هقدر السنة الجاية أقدم نفس الأرباح اللي أنت بتقدمها. فبالتالي بقى في صعوبة عندي في توفير الغذاء والدواء للمواطن بتاعي. مش أنا مصر، أنا 180 دولة على مستوى العالم، كل الدول النامية. فإذا أنت النهاردة ما بتتكلمش بعدالة وما بتتكلمش بحقوق الإنسان، والمنظمة اللي المفروض أن الجي 20 اتعملت عشان خاطر توفر الشفافية والحوكمة لإدارة الاقتصاد الدولي، ده مش متوفر، ده مش موجود على الأرض. فإحنا النهاردة مستنيين نشوف مع طرح الأزمة الحالية على مائدة المفاوضات. أنا النهاردة كل الدول النامية بتعاني من أزمة ديون، وأكتر من الديون بتعاني من أزمة مش قادرة توفر الغذاء والدواء، وده يعني مرصود في الأمم المتحدة أن معدل الفقر زاد السنة اللي فاتت بس 5%. فده معناه استمرار هذه السياسات الدولية بنفس الأسلوب، ده معناه أنه هيؤثر على الإنسان بالسلب. أنت النهاردة عندك حبوب متوفرة في روسيا وأوكرانيا، ولكن ما فيش حد في المنظومة العالمية قادر يوقع اتفاق جديد للحبوب عشان عادة تصديرها للدول اللي بتحتاجها. فإذا الغذاء اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيه موجود على الأرض، ولكن في دول تمنع دول من الحصول على هذا الغذاء، ودول تمنع دول من الحصول على هذه التكنولوجيا، ودول تمنع دول من الحصول على هذا التمويل. أنهي نظام عالمي عادل موجود عشان حماية حقوق الإنسان بيأدي بهذه الطرق؟ يعني طريقة الأداء النهاردة من المنظمات الدولية ككل أصبحت لا تعبر عن احتياجات الإنسان اللي موجود على مستوى العالم. ولكن في ضغوط على هذه المنظمات، وإحنا تابعنا وقت قمة البريكس كان في توجيه، يعني توجيه لوم لهذه المنظمات، توجيه يعني كلمات لها علاقة بضرورة إصلاح السياسات المالية العالمية. هل هذه المنظمات تخضع لهذه الضغوط؟ وزي ما حضرتك قلت فكرة بريكس نفسها بشكل عام بتضغط عليها. حضرتك دقيق بلا طحين، يعني هم كلام كتير ومفيش شيء بيحصل. يعني يمكن يكون الأمل بالنسبة لنا إيه؟ المنافسة الدولية. يعني دايما مصلحة المستهلك فين حضرتك؟ ان يبقى فيه طرفين بيتنافسوا، احنا الاتنين بننتج نفس المنتج فنتنافس، فنقدم مين يقدم افضل جودة وارخص سعر. يبقى هنا المنافسة هتصب في مصلحة المستهلك. انا النهاردة في نظام عالمي مالي واحد القطب بقالي 70 سنة من ساعة ما خرجنا من الحرب العالمية الثانية. فالنهاردة وجود نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب هو ده اللي هيوفر المنافسة. لما أبدأ السنة الجاية ابتداء من يناير 24 أستورد من الصين باليوان، وأستورد من روسيا بالروبل، وأستورد من الهند بالروبية، يبقى أنا النهاردة الضغط اللي كان موجود عندي على الدولار هيخف. مش مصر، أنا بتكلم على الدول النامية. فإذا كلنا كدول نامية بقى عندنا بوابة جديدة نقدر نمول من خلالها مشترياتنا في التعامل بالعملات المحلية للدول دي. واللي هيفرض هذا النظام الجديد هو عدم قدرة الدول النامية على التعامل مع النظام السابق. أنا النهاردة الأغلب في العالم، مش الدول المتقدمة، مش أهم 20 اقتصاد على مستوى العالم، في 180 دولة فيهم تلت سكان العالم مش لاقيين غذاء ومش لاقيين دواء. فدول اللي هيفرضوا كلمتهم، ويعني محدش هيقدر يقف قدام التطور دي يعني. تحديدا. واخيرا في دقيقه، القيمه الاقتصاديه لانضمام الاتحاد الافريقي زي ما تابعناها صباح اليوم لجي 20، القدره المستمره على عرض مشاكلنا. يعني بدل ما انا النهارده في كل دوره بكون اقل الامال، اقل الامال ان انا بعبر عن رايي. يعني حتى انت لو ما استجبتش بحلول لمشاكلي، بس انا على الاقل بعلي صوتي وبعبر عن رايي وبعبر عن المشاكل اللي انا موجود فيها، على وعسى نقدر من خلال الاسواق الناشئه ان احنا نعمل تكتل مع بعض. يعني خلي بالك فكره بريكس قايمه في الاساس على انضمام وتلاقي الاسواق الناشئه، انضمام وتلاقي الدول الناميه، لان حتى روسيا والصين ما كانوش مصنفين في البدايه من ضمن الجي 7، ولكن بداوا ينضموا على مراحل معينه. فانا عندي امل كبير ان بما ان الازمه تفاقمت ووصلنا للمرحله الحاليه من عدم توافر حقوق الانسان، من عدم توافر الغذاء والدواء، لازم يكون في تغيير للظلم، لازم هيكون في نهايه يعني.